السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتبعوا معايا هاد لا فيديو. هاد لا فيديو البنات اللي غادي نهضر لكم فيه على سر الجمال ديال المغربيات. ايها البنات، يعني كل وحده ما يمكنش، مستحيل يعني انها ما عمرها ما غتكون جربات هاد البوماده اللي غنهضر عليها انا، اولا ما عاودوش لها حتى لما كانت جربتها، يعني قالوا ليها عليها راه تصفك غير حبوبه، غايقول لك ديري هاد البوماده ديال الفلانيه، يعني ولا بد باغا تكوني سمعتي عليها لا في التبييض ولا في يعني في داك ليطاش اللي كيكونوا هكا في الوجه، ولا يعني في داك الحبوب اللي كينوض ديال حب الشباب، سورتو البنات اللي عندهم حب الشباب اللي كيتركز ليهم هنا وكيبقى ليهم كحل. فنصحكم بالبوماده الصفراء البنات اوريو ميسين 3%. اليوم جيت نهضر على هاد البوماده هادي، درا هو الكنز البنات. شتي هادي ما كاينش شي وحده اللي ما عندهاش في الدار ديالها، غير هما راه كاينين جوج البنات، كاينه اوريو ميسين لي 1% وكاين اوريو ميسين لي 3%. فانا كنهضر على اوريو ميسين 3% اللي كتكون يعني الحجم ديالها كبير، ماشي بحال اللي كتكون صغيره ديال العينين. فاليوم جيت نهضر لكم على شغن نقول لكم الاسرار كلها ديال هاد البوماده هادي. فهاد البوماده البنات والله القسم من الكنز ديال كل وحده مغربيه وحتى اللي ماشي مغربيه، فبقاو ديروا هاد البوماده، فهادي راه خطيره بزاف. علاش؟ كتحيد الحبوب. انا شخصيا راكم شفتوا النهار اللي شاركت معكم داك الحبوب اللي ناضيه رقيقه هكا في الوجه ديالي وداك الشيء، فما عتقاتني غير هي هاد البوماده هادي. فكديريها على وجهك بحال يعني ملي كتغسلي وجهك بالليل وكتنشفيه، فكديريها بحال لا كديري شي كريم دو نوي ديالك. فكت ما نقولش لك البنات شي غير الاسبوع الاول كيبدا يتحيد لك داك الحبوب، بعدا غير كديريها يومين الاولى هي 48 ساعه في البشره ديالك، والله القسم الا كتطفي لك داك الحبوب بعدا ما كيبقاش كيطفى، وكتبقى تحيد لك دوك ليطاش بشويه بشويه. ولكن انا اليوم في هذه الوصفه هذه جبت لكم واحد الوصفه بالبوماده الصفراء، يعني واحد المكون اللي هو ديجا معروف بالتبييض وانتي طاش وبزاف د الحوايج، ملي غنضيفو معاه هاد البوماده هادي فغيعطينا واحد النتيجه اللي روعه البنات، شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي واو. وانتم عارفين ملي كنقول لكم شي حاجه اللي واو فواو البنات. المهم نرجعوا للموضوع ديال البوماده الصفراء. اي وحده عندها مشاكل ديال حب الشباب البنات، ما كندويش انا على داك المشكل ديال حب الشباب اللي كيكون تهيج وكثير وبزاف، فهادوك خاصهم يمشيو عند الطبيب المختص في الجلد، هما اللي يعطيهم دي تريتمون اللي يوالمو يعني حسب البشره ديالهم. انا كنهضر على البنات اللي كينوضو فيهم حبيبات، اللي يعني مره كتنوضفك حبيبه، اولا كينوضفك دوك الحبيبات اللي كيكونوا هنايا سورتو هنا في هاد البلاصه كيكونوا بزاف وكيكونوا خلاو الاثار ديالهم كحل، اولا يعني البشره ديالك يعني ما متوحداش ولا شي حاجه، فهادشي هاد البوماده كتعطي واحد الصفاء واعر وخطير، فننصحك بها مليون اولا مليار في الميه، جربيها وما غاديش تندمي. المهم دابا غادي ندوزو للوصفه اللي غنهضر عليها اليوم. دابا انا هضرت لكم على البوماده الصفراء، علاش كتصلح البوماده الصفراء؟ هي كتصلح لجميع مشاكل الجلد، راه قراو غير داك الوريقه اللي كتكون لداخل معاها فراه غتعطيكم بزاف ديال الحوايج. اي مشاكل ديال اللي كيكونوا في الجلد يعني اللي عندهم علاقه بالجلد، فراه البوماده الصفراء رحمه والله القسم اخوتي، لا رحمه لكلشي، الحبوب ليطاش لكلشي كلشي 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 البنات. فالبوماده الصفراء الروعه البنات الروعه. المهم الوصفه ديال اليوم غادي يكون فيها واحد المكون اللي غنضيفو على البوماده الصفراء ونبقى نحطو ك يعني ماسك كماسك البنات ماشي كريم، لان ملي كنحطها بوحديتها فكتكون كريم ليلي اللي كنديروه من الليل لليل، ولكن انا دابا بغيت نحطها كماسك البنات اللي غيدار على الوجه. شنو هو المكون اللي غادي نضيف لهاد البوماده الصفراء؟ اولا غناخد واحد شويه، هانتوما البنات غادي ندير واحد شويه هنا قدامكم، جد واحد راس معلقه هانتوما قدامكم، حيت غنديرها غير بوحدي، بركه كافيني. ها هو شفتوا بركه، يعني هذاك شويه كافيني وفيه الخير والبركه البنات. شنو غنضيف عليه؟ المكون اللي غنضيف عليه البنات هو هذا المايزينا، اولا اللي كيسميوها دقيق الذره، اولا صافي مايزينا دقيق الذره كاين اللي كيقول لها يمكن، المهم مايزينا. غادي ناخذ واحد نص معلقه، ماشي نص معلقه اللي غيك، المهم على حساب انت شحال خلطتي شحال غديري، يعني حتى هي غديري واحد راس معلقه. انتما شوفوا مثلا انا هذا القياس هذا شحال غنضيف معاه، تقريبا هاك شفتوا راس المعلقه، راس المعلقه البنات. وغادي نمزج هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، من الاحسن الصراحه ندير لي يديا، علاش؟ لان كاين غير شويه، نمزج هاد المكونات مزيان مزيان هكا مع بعضياتهم حتى تدخل لي ديك المايزينا
مع البوماد هاي دغيا كتخلط شتو بالي ما كاينه كونتي تقليله كتلصق غير في الطبصيل. المهم ماشي ما عليناش. هاي شتو البنات شوفوا شوفوا كي كتجي عاديه ها عاديه. المهم هاد الكريم هذا اللي خلطنا شنو غادي نديرو به في الليله البنات ملي كتغسلي الوجه ديالك. انا كنهضر دابا مع الناس اللي عندهم ليطاش في الوجه ديالهم اولا بغاو يستعملوها في التبييض فراها خطيره في التبييض. تبعيها ودوميها غير اقل من اسبوع وشوفي الوجه كيفاش غيرجع ديالك غيرجع لك هكا كيشعل كيضوي مرايا البنات رائع. واحد النتيجه اللي غتكوني انتي فرحانه بها وانتي راضيه بها وانتي غتدخلي عندي الكومونتير وتقولي لي شكرا شكرا سليمه بزاف على الوصفه ديال اليوم لانها وصفه خطيره. لان هاد المكونات بجوج يعني اي واحد غتقول له بوماد السر غيقول لك واو واي واحد غتقول لها المايزينا غتقول لك واو. يعني ما هذه ما غنذكروش عليها. المهم يعني ما كاينش شي حاجه اللي خياليه جوج المكونات عادي كاينين في اي دار. حتى اللي ما عندهاش البوماده دايره ما كتفوتش البنات 10 دراهم راه كدير غير 9 دراهم ولا ما عاد 9 دراهم ونص هكا. المهم ما واصلاش ل 10 ديال الدراهم فراه رخيصه بزاف ومهمه تكون عندك في لاطخوس ديالك. هذه ضروري خصها تكون عندك البنات. نوضفك غير حبه على غفله حطي عليها ورحميني عليها. المهم تغسلي الوجه ديالك مزيان بالليل ضروري ما تخليش الوجه ديالك يبات فيه مكياج ولا يبات فيه شي حاجه راه هذيك القضيه خايبه البنات ومنهضر لكم عليها مره اخرى. تتشدي هذه البوماده هذه اللي خلطتي وكديريها على الوجه ديالك على شكل ماسك اللي كيبقى في الوجه البنات نص ساعه وكيتغسل. ما كنباتوش بها هذه هاد الوصفه اللي درت لكم دابا ما كنباتوش بها ماشي عكس مني كنديرها على شكل يعني كريم. يعني فرقوا معايا البنات حنا دابا دايرينها على شكل ماسك يعني ماسك بالبوماده الصفراء. المهم نديرها هكا على الوجه ديالي اللي بغات تخليها اكثر فما تفوتش 45 دقيقه وتحيدها ما تخليهاش اكثر. فوالا البنات هانتوما كتشوفوا انا جربتها قدامكم وبطبيعه الحال دائما كنقول لكم الوجه يكون نقي باش اي ماسك حطيتو عليه كتستافد منه البشره كيدخل فيني في البشره ديالنا مزيان. صافي نحطها هكا على شكل ماسك على الوجه ديالي ونخليها لمده ديال 30 دقيقه ونغسل وجهي عادي البنات عادي يعني ماشي شي حاجه وبلا صابون بلا حتى شي حاجه. نغسل وجهي غير بالماء ديما كنقولها لكم الوجه كيكون نقي قبل الماسك. ملي كنحط الماسك كننسى شي حاجه سميتها الصابون ولو يكون الماسك فيه البيض شي ولو يكون الماسك فيه البيض فنسي الصابون من مورا الماسك. يعني ديما كنقولها لكم هذه وخذوها مني يعني خاصها تولي شي حاجه اللي متعودين عليها. ديما الوجه كيتنقى اولا كيتقوم وكيتنقى قبل من اي ماسك شي من مورا الماسك نسي ليا الصابون حتى كتفيقي الصباح ولا حتى كدوز على الاقل واحد الساعه ولا جوج لان وقت نغسل وجهنا بالماء مازال دوك المكونات اللي كنكونوا حطيناهم على الوجه ديالنا كيبقى مازال الكور انه كيستافد منهم. اذا انا درت لهم انا الصابون فصافي يعني غسلت كلشي داكشي ما بقى حتى شي حاجه غيستافد منها الجسم ديالي. ولكن الا خليت الماسك مازال فوق يعني بلا صابون بلا حتى شي حاجه فكيبقى الوجه كيستافد منه ومن بعد نغسل وجهي راه ما نغسل وجهي يعني لان حنا عندنا الهدف ان داك الماسك نحطو على الوجه ديالي يستافد منه الوجه ديالي. صافي دابا غادي نخلي هذا الماسك لمده ديال 30 دقيقه وعاد نمشي نغسل وجهي ونرجع معكم. ودابا البنات بعد ما دازت 30 دقيقه وغسلت الوجه ديالي صافي عادي خليته بحال هكا يعني ما درت لا صابون لا حتى شي حاجه فخليته بحال هكا باش مازال يستافد منه يعني الوجه ديالي يستافد منه. شنو انا اللي ضفت كاضافه انني خديت شويه ديال البوماده وعاود درتها هكا على الوجه ديالي. علاش غير باش نقدر نبات بها لان انا كنديرها بالليل تعودت عليها هكا شي حاجه بحال كريم ليلي ديالي هو هذا. انا يعني في الليل كندير غير هذه ضروري كيخصني ندير شي شويه. فواخا غسلت وجهي جيت ودرت عاوتاني شي شويه كاع على وجهي ودهنته وخليته غادي نبات به. الا بغيتو حتى نتوما ديروا نتوما عارفين يعني الناس اللي متبعيني وكيعرفوا الروتين ديالي في الليل كيعرفوني انني متبعه هاد البوماده من نهار ناضو في دوك الحبيبات وانا متبعها بالليل. ف
فهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفة القلوب ديالكم. ونتمنى تكونوا كتجربوا الوصفات ديالي، راه خصكم كتعطيكم داكشي وكتشاركوا معكم من القلب ديالها باش كيوصل للقلوب ديالكم. الوغ البنات، ما تنساوش اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم للقناة ديالي، وشكرا لكم بزاف على المشاهدة ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم وكلشي كلشي كلشي بدون استثناء. كنشكركم كاملين البنات، تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر. باي باي عليكم.